هذه الفقرة هي عربون محبة صراحة لكم، وعنوانها حفلة شاهي، مجرد حفلة شاهي. أبو علي أنت ماسك خط صح؟ معنا بس ماسك خط المكسرات يعني. لا بس دقيقة دقيقة، سنعطي ضوء أخضر للجميع بإذن الله. أنا أقول حللتم أهلا وطئتم سهلا، وعلى بركة الله إن شاء الله يعني نلتقي وياكم دائما على خير. سموا الله يحييكم، يا أهلا وسهلا. أو حنين قد تدلى، أو حنين قد تدلى. في السمو شيء بديع صار للأشواق ظلا، أيها المجد تسامى فرحة وردا وفلا. في السمو شيء بديع صار للأشواق ظلا، أنتم الآن أيها المجد تسامى فرحة وفلا. فرحة وردا وفلا نسمو على أفق تجلى، لمه الأكوان فألا. في سماء من صفاء أو حنين قد تجلى. تفضلوا حفلة الشاي. تفضل. واضح يعني، ما أظن أنه صعب يعني. الله يحييكم مرة أخرى، نكرر الترحيب بكم في مقر سمو. طبعا حفلة الشاي هذه إكراما لكم، وهي فكرة تنفذ في مثل يعني هذا الوقت وهذا اليوم، وهي مهمة جدا. بالعكس احنا سعيدين جدا بكم، ونرحب بكم أكثر صراحة. يا هلا وسهلا. طيب عموما لا 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 خلاص، سيب ناصر، سيب الله يهديك، سيب ناصر، طفيت الدنيا ناصر. طيب عموما حياكم الله. يعني الفقرة هذه عنوانها عشاء الظلام، واصل أكلك وشربك، واصل أكلك وشربك. طيب حياكم الله. شكرات يا وليد، ولا ما عاد هنا شوف. طيب نولع النور. على بركة الله نولع الإضاءة ونشوف. بسم الله. طيب شعارنا يا شباب اليوم، احنا مع سمو في يوم خاص للاحتياجات الخاصة، واحنا قاعدين نذكر في مثل هالحفلة الجميلة، لو حصل منا لفتة واحدة فقط لإخواننا الكفيفين اللي يوميا يأكلون ويشربون وفق أو مثل هذه الأجواء، وربما أشد، لأن احنا تو تضايقنا ولا عرفنا ولا وين كيف أشوف وكيف أعمل وكيف وكيف وكيف. فحبينا نوصل مثل هالفكرة. تعرفون فكرة عشاء الظلام اللي يدعى لها كثير من المشاهير في يمكن في السنة مرة واحدة، يسووا مثل هالحركة للتوعية في مثل هالجانب يعني. وحنا الحقيقة المفروض الواحد يعني يتذكر كل لحظة، كل حواسه وكل نعم الله عز وجل عليه، كيف أنه يأكل ويشرب ويشاهد ويسمع. يا ربي لك الحمد، حواسه سليمة. تفضل أبو نايف. طيب أبو عمر حبيبنا، شباب أول ما طفت اللمبات لاحظت أنه أغلبكم قام يسارع على طول يطلع الفلاش حق جواله عشان يشوف وين بتروح يده وش اللقمة اللي هو بيأكلها بعد شوي. وهذا شيء لازم نستشعر ونحس فيه مع كل أحبابنا اللي فقدوا نعمة البصر اليوم. هم حبينا نسلط الأضواء عليهم، كيف هم عايشين، كيف بالفعل هم. أنت تنعم اليوم بنعمة عظيمة، نعمة البصر، ونعمة أنك تشوف الأشياء حوالينك وتحسها من خلال مشاهدتها. شباب احنا ودنا نستقبل مشاركاتكم حول هذا الموضوع، وبالفعل شعوركم لما انطفت اللمبات يعني حتى كلكم كان مستغرب انتم وش قاعدين تسوون. اسلم احمد. يعني ذكرتوني شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.